مرحبا حبايب قلبي، كيفكن اليوم؟ اليوم حبايبي ان شاء الله رح نعمل مع بعض طريقة حلا سهلة وسريعة، ومقادير موجودة بكل بيت ان شاء الله. عنا هون كمان مكونين اثنين اللي هي حلاوة السميد. عندي هون انا كوب سميد، كوب سكر، واربع اكواب ماء او لتر مي، مثل ما انكم شايفين عندي هون لتر مي. هلا ان شاء الله رح نبدأ نعملها بشكل سهل وسريع، خليكن معنا. هلا اول شي حبايبي بطنجرة على البارد رح نزل كوب السميد، رح نزل فوقه كوب السكر، رح اخلطهم شوي مع بعض. هلا رح نزل فوقهم لتر المي. بسم الله الرحمن الرحيم. حركهم كتير منيح مع بعض. هلا رح شغل الغاز وابدا حركهم لحتى يغلوا عندي. طبعا انا بدي اضيف لهم ملون طعم، يعني بدي اعمل لهم طبقات بالوان. يعني هاي لا رح ساوي انا اول طبقه رح ساويها بلون الاخضر، والطبقه الثانيه رح ساويها لون زهر او اصفر، والطبقه الثالثه اللون الاحمر ان شاء الله. هلا رح خلي افضل حركه فيهم لحتى يغلوا عندي، بس بدي اضيف لهم قبل، يعني عند ما يغلوا رح اضيف لهم معلقه مع زهر او مع ورد، هاي كمان اختياري يعني. طبعا يعني الواحد يكون جاي على باله ياكل له اكله حلو، بس ما انه قدران يعني يساوي اكله تكون مثلا بقلاوه او شعريات او اكله تكون ثقيله. هاي اسهل اكله، طيبه وسهله وسريع كمان. هلا هون بلشت عندي سخنت وبلشت صار شوية فقاعات. هلا بدي احط اللون مشان اخذ اللون اللي بدي اياه. عندي هون ملون طعام طبعا غذائي، شايفين عندي اللون بلش يصير عندي لون اخضر. لون حلو كتير، رح احط لهم كمان شوي مشان يطلع اللون حلو. هلا هيك بلشت حبايب قلبي، شايفين مثل ما انتم شايفين معي بلشت تغلي عندي. رح احط لها هلا معلقة مع زهر. ما بكتر يعني، طبعا هي اختياري اللي بحب، هي بتعطيها نكهة طيبة مو مليانة، معلقة يعني صغيرة بدكم تقولوا. هلا بحركها مع بعض هيك تكون صارت عندي جاهز. هلا رح نسكبها ان شاء الله اول طبقة وبرجع لكم. هلا رح اسكب اول شي عندي هون كاسات التقديم، رح احط طبقة. بسم الله الرحمن الرحيم. احط هون كمان كاسة تانية. رح نزل الباقي بالصينية هون. هيك نكون نزلنا أول طبقة، لازم نساويها كتير منيح بالصينية، تساوي على قد الصينية عشان نحط فوق الطبقة التانية. هيك صارت عندي تمام. هلا إن شاء الله رح نبدأ نساوي الطبقة التانية. هلا هون عندي كمان طنجرة رح احط فيها كاسة السميد، كاسة السكر، ونفس الشي رح ارد اعملهم حركهم شوي مع بعض، احط فوقهم المي وبلش شغل الغاز وحركهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على البارد اول شي مشان ما تكبتل عندي السميد، يكبتل يصير عندي حبيبات هيك جمعين على بعض ما عاد فينا نفرطهم. هلا رح شغل الغاز كمان نفس الشي، ابدا حركهم لحتى يغلوا عندي. قبل ما يغلوا بشوي بدي احط اللون الاصفر، وبس يغلوا عندي بدي احط معهم زيت. هلا هيك الطبقة التانية حبايبي صارت عندي جاهزة، حطيت لها اللون. هلا بلشت تغلي عندي، كمان رح احط لها معلقة الماء زهر، رح حركها شوي بتكون صارت عندي كمان جاهزة. هلا رح اسكبها ان شاء الله الطبقة الثانية مشان ابدا اعمل الطبقة الثالثة.
هلا رح طفي تحتها، صارت عندي جاهزة هيك، رح ابدأ اسكبها. هلا هيك حبايبي كمان بسم الله نقول ونسكب الطبقة الثانية بسم الله. طبعا الطبقة الأولى ما حطيتها أنا بالبراد، بس خليتها لحتى عبال ما سويت الطبقة الثانية، صارت عندي الطبقة الأولى ناشفة. شايفين الوش كيف نشف عندي بالصينية والكاسات. هلا رح نزل باقي المقادير كمان بالصينية. هيك حبايب قلبي صارت عندي الطبقة الثانية. هلا بس نزل انا الطبقة وعمل الصينية هيك مشان تصير عندي الطبقة متساوية مثل ما انكم شايفين هيك، مشان تزبط الطبقات عندي. هلا ان شاء الله رح نبدأ نعمل الطبقة الثالثة اللي هي اللون الاحمر. هلا بدنا نبدأ نعمل الطبقة الثالثة كمان نفس الشي حبايب قلبي، السكر والسميد نسكب فوق الماي ونحط له بعدين الالوان. بسم الله الرحمن الرحيم، نشغل تحتهم هلا، نضل نحرك فيهم حبايب قلبي لحتى يغلوا. هيك بتكون صارت عنا الطبقة الثالثة الواحد ان شاء الله. هيك حبايبي ثالث طبقة صارت عندي كمان جاهزة، شوفوا لي هاللون ما شاء الله بياخذ العقل. هلا ان شاء الله كمان رح نسكبها وتكون صارت عندي اكلة الحلو جاهزة. هلا رح نسكب اخر طبقة حبايب قلبي، شوفوا لي ما شاء الله على هاللون بياخذ العقل. هلا رح نسكب الباقي، هلا نعمل لها هيك شوي عشان تصير الطبقة عندي متساوية. شايفين كيف؟ شوفوا لي هالألوان ما شاء الله. هلا حبايبي رح نزل باقي الكمية هون فوق الصينية، رح وزعها بالتساوي هيك. شايفين كيف؟ وهلا بساويها كمان بالمعلقة عشان تصير السطح متساوي. هيك بتكون ان شاء الله صارت عندي جاهزة، رح افردها هيك مثل ما انكم شايفين. هلا ان شاء الله بس خلصت بدي احطها بالبراد لحتى تبرد عندي مشان اقدر اقطعها وزينها ان شاء الله. هيك حبايبي بعد ما بردت عندي الصينية قطعتها، وشوفوا لي كيف المنظر، غطستها هاي بجوز الهند كلياتها. شوفوا لي على هالمنظر ما شاء الله بياخذ العقل عن جد. يعني حتى فيكم تضيفوها لما يجي لعندكم ضيوف كمان، فيكم تعملوها على السريع وتضيفوها. عندي هون كمان كاسات التقديم، عندي هاي القطع كمان سادة خليتها مشان يبين اللون معكم الطبقات كيف صارت معنا. هيك بتكون اليوم اكلتنا لليوم حلل بارد بثلاث مكونين عفوا، بس سكر وسميد. ان شاء الله تعجبكم يا رب. اذا عجبتكم حبايب قلبي لا تنسونا مدعمكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله الف صحة وعافية يا رب.